السلام عليكم حبايب فرقة وياكم AKA Scorpion. أكيد رجعنا وياكم بحلقة جديدة، واليوم حلقتنا هي عن الفرق بالقبضة. أنا عندي سلسلة من الفيديوهات واللي ناقش بيها ناخذ بيها كل عضلة وأحكي بيها الفرق بالقبضة، هل إلها تأثير على بناء العضلة؟ فمثلا يعني إذا روح ضيق وسط أو عريض، هل إلها هذا تأثير على العضلة نفسها أو لا؟ الفيديوهات السابقة كانت عن عضلة البايسبس والترايسبس، واللي راح أخلي اللينك مالتن اللي جوا إذا ما شايفهن. اليوم راح نحكي عن عضلة الصدر. قبل لا اطب الفيديو، بس راح تشوف بانه انا مصور فيديوهات للصدر، وراح تشوف بانه اكو اثار على صدري حمراء. فقبل لا انه اكو بعض الناس صاروا اذكياء، خصوصا تمرين الفيديو مال الخسفة مال الورك، وقول لي ها شنو عندك اثار على رقبتك، واحد يقول لي حساسية، واحد يقول لي ها شنو شغلات عيب. فقبل لا اصير ذكي براسي، اعرف بانه هذا فد علاج صيني يسمي جراسين تكنيك او سكريبينج، يسمي جواشا، المهم هواي امور. علاج هذا اسويه يعني بين فتره وفتره، حاله الحجامه، اوكي، فيسوي اثار كم يوم وتروح، فلا تصير ذكي براسي، اوكي. على العموم هسه خلينا نطب بالفيديو. اكيد قبل كل شيء احنا دائما معودكم عليه بانه نحكي بتشريح العضله. عضله الصدر متكونه من راسين، متعارف عليه بانه هي متكونه من ثلاث رؤوس، لكن الحقيقه هي راسين. الراس الاعلى واللي هو الكلافيكولار هيد او الابر تشست يبدي من عظمه الترقوه من الكلافيكول. اما بقيه الصدر واللي يسموه الراس الاسفل، بقيه الصدر يبدي من الستيرنوم اللي هو عظم القص مالتك. الراسين يروحن يتصلن عند نقطه معينه بعظمه الزند مالتك، يتشلب بي، وعد هذا هو يشكل الصدر مالتك. طبعا اكيد الفايبرات مالاته راح تكون بشكل افقي، زين، راح تروح قسم من الاذن هيك والجوا يروحن شويه، لكن بشكل عام كليه هي بالترانسفيرس بلين، خلينا نقول بشكل افقي، اوكي. فهذا هو تشريح الصدر. شغل الصدر، طبعا انا مسوي فيديو كامل على تشريح الصدر، اذا تريد روح شوفه، وهم راح اخلي اللينك مالته جوا، لكن اليوم يشفد شيء بس تذكير بسيط نحكي عليه. نجي شغل الصدر. شغل الصدر له ثلاث وظائف. الوظيفه الاولى هي نسميها هورزونتال ادكشن. يعني شنو هورزونتال ادكشن؟ يعني بشكل مبسط بانه من ايدك هنا راح تجيبها بهذا الشكل، اوكي. فهاي هي الوظيفه الاولى للصدر مالتك. الوظيفه الثانيه نسميها ميديال روتيشن، يعني من ايدك هيك راح تفرها بهذا الاتجاه، هذا نسميه ميديال روتيشن. والراس الاعلى بما انه هو شويه صاير بهذا الاتجاه، فراح يساعد العضله الاماميه، بنسميه فلكشن او شولدر فلكشن، واللي هو ايدك مساعد هيك. لكن بالدرجه الاساس واللي هن لليوم هو الوظيفه الاولى واللي هي الوظيفه الرئيسيه للصدر، بانه هورزونتال ادكشن، يعني تجيب ايدك بهذا الاتجاه، اوكي. فخلوها هاي ببالكم. هسه عاد عرفنا عضلة الصدر منين تبدي وين تنتهي، عرفنا شنو شغلها. هسه نجي المعلومة الشائعة عند المدربين كلهم، بأنه من تلزم البار بشكل وسط راح يركز على وسط الصدر، من تلزمه بشكل عريض راح يركز على العرض، ومن تلزمه ضيق راح يركز على الوسط، الصدر الداخلي، أو خلينا نقول الجزء الضيق من الصدر. فإذا المدربين يقولون بأنه فرق القبضة يفرق تمرين بنش برايس، لكن أكيد سكوربيان ما يبقي فت خرافة موجودة لازم نلحظها. فأنا هنا أنا أقول لك بأنه فرق القبضة ما له علاقة. فرق القبضة مال أنه تلزم أنت وسط حتى يركز على الوسط، والعريض يركز على العريض، الوسط والضيق يركز على الضيق، هاي كليتها حكي ما له أي صحة. شلون؟ هسه راح نعرف شلون، فراح نطب له اليوم ونفسخه كليته بحيث ما بقي أي شك ببالك. فراح نطب هسه على الأسباب بأنه ليش فرق القبضة ما يأثر. أول سبب ويانا يعني بأنه كل شخص من عندنا تركيبة جسمه تختلف عن الآخر. قسم من عندنا كتفه يكون ضيق، قسم من عندنا كتفه يكون واسع، قسم من عندنا كتفه يكون طبيعي. فما معقوله كليتنا يشتغلوا ويانا نفس الشيء، ما معقوله. خصوصا الشخص اللي كتفه واسع من يلزمه ضيق ما راح يرتاح، ما راح يقدر. ليش؟ يعني كتفه واسع عند الاكتاف مالته واسعه، فمن يلزمه ضيق ما راح يقدر يرتاح على مود يركز على الصدر الداخلي. هاي اول شغله. ثانيا هي ظروف الشخص، خصوصا اذا كانت عنده اصابه بكتفه ما راح يقدر ينوع بالقبضه هواي، وراح نشوف هسه شلون تاثير القبضه ياثر على الكتف. ثالثا القبضه العريضه راح تخلي ضغط حيل على المفصل، وهذا راح ياثر على شخص عنده اصابه بكتفه مثلي انا. يعني عندي اكتافي مدمره، فمن الزم البار بشكل عريض مثل ما تشوف
أول شيء وجع يكون عندي، ثاني شيء ما أقدر أنطي قوة كاملة، أداء يكون ضعيف، وبنفس الوقت يخلي ضغط على أكتافي بحيث ما أقدر أكمل التمرين. وبنفس الوقت القبضة الضيقة ما تركز على الصدر الداخلي وإنما تركز على الترايسبس أكثر. ليش؟ نقدر نعرف هذا الشيء من القانون اللي انطيتكم اياه قبل وقلت لكم كلش مهم، هذا راح نستفاد من عنده بفيديوهات جايه. والقانون اللي هو نقول ماكسيمم ستريتش ليس ماكسيمم كونتراكشن، تذكروا اقصى انبساط يؤدي الى اقصى تقلص، صح؟ فشوف حتى ازيد التركيز على الصدر لازم يكون باقصى ستريتش ممكن، صح؟ اقصى انبساط الا حتى يكون التركيز عليه، لانه بالبنش بريس ترايسبس والصدر اثنين يشتغلون سوا، فحتى اركز على هذا لو هذا لازم انطي الصدر ستريتش اكثر حتى يركز عليه، اذا اريد ترايسبس انطي ستريتش للترايسبس اكثر حتى يركز عليه، من القانون اللي احنا متفقين عليه كليتنا، اوكي؟ فشوف بهاي النقطة من حركة البنش بريس الستريتش على الصدر موجود بشكل اقصى، اقصى ستريتش المن صار للترايسبس لو للصدر؟ للترايسبس، بالاحرى الستريتش للصدر بهذه المنطقة بهذه النقطة تقريبا من عدم، ليش؟ لانه يدك حيل ضيقة. زين فالعظم الزند مالتك حيل ضيق من صدرك، فاي سترتش للصدر ماكو، بينما سترتش وين صاير؟ على الترايسبس، فاذا التركيز وين راح يكون؟ على الترايسبس، فاذا القبضه الضيقه ما راح تركز على الصدر الداخلي وانما راح تركز وين؟ على الترايسبس. رابعا واخيرا اكو فت قانون بالعضلات يقول when a muscle fiber fires it fires all the way، يعني شنو؟ يعني الليف العضلي من يشتغل يشتغل للنهاية، يشتغل كليته كامل، يعني الليف العضلي خلنا نعتبره مثل مفتاح الضوء، يا اما اون يا اما اوف، يا اما يشتغل يا اما يطفى، ماكو يشتغل على النص، ماكو يشتغل شوية من عنده، لا لو يشتغل كله لو اصلا ما يشتغل. شلون؟ انا اقول لك شلون. اصلا الليف العضلي احنا مثل ما قلنا الالياف العضلية هي جنود، القائد مالتها هو العصب، العصب هو اللي يقول لها تقلص يا ليف تقلص او انبسط، العصب هو يقول للعضله تقلص او انبسطي. فاكو شيء نسميه موتور يونت، وهذا طبعا راح يكون فيديو اخر لكن شرح مبسط على مود نستفاد من عند اليوم بالفيديو. الموتور يونت هو عصب وكل الالياف اللي مكلبه بيه، فممكن يكون عصب زائدا ليف هذا راح يشكل موتور يونت وحده، او ممكن يكون عصب وفد الف ليف همين يبقى يشكل موتور يونت وحده. فمن نشتغل خلينا نقول الموتور يونت راح يجيها الإعاز عن طريق الدماغ وين يروح؟ للعصب، وبالتالي يقولها للألياف اللي مشلبه بيه عن طريق الموتور يونت يقولها يا بد قلصي، سواء كان عصب ليف واحد سواء كان ألف ليف كليتها تبقى هي موتور يونت وحده، وكليتها تبقى تستجيب للعصب اللي قال لها تقلصي. فإذا ما أقدر أني العصب يقولها يا بد انت الليف تقلص بس نص من عنده، لو انت تقلص بس جزء، لو انت تقلص بس الجزء الداخلي، لو بس الجزء الخارجي، ما له علاقة. احنا قلنا الليف هو مفتاح ضوء on off ماكو عن نص. وطبعا راح احكي بشكل مفصل كلش على الموتور يونت حتى تعرف، لانه بي بعد هواية شغلات، لانه راح تقول لي زين اذا الليف دائما يشتغل كليته شلون اقدر اتحكم بانه اشيل طوبة لو اشيل وزن 100 اذا اني العضلة هي من تشتغل on and off، وهذا راح يكون فيديو خاص إن شاء الله راح تجيب فتشي كلش مشوق وكلش حلو. هسا عاد نرجع الفيديو مالتنا ونشوف بأنه الألياف العضلية مثل ما قلنا هي تروح باتجاه أفقي، يعني تبدي منا الليف العضلي مال الصدر يبدي منا يخلص هنا، صح؟ فإذا هو هيج، إذا ما راح يتقلص كله، ما أقدر أقلص بس هذا، ما أقدر أقلص بس هذا، ما أقدر أقلص بس هذا، يعني اتفقنا الليف هو مفتاح ضوء، صح؟ ف شغلة ثانية من أني ألزم القبضة مالتي سواء كان ضيق أو وسط أو عريض، أني إذا أغير بنفس الاتجاه مال فايبر، صح؟ فده ماكو فرق، لأنه أنا بعدني على نفس الجزء من الفايبرات. وهذا راح يخلينا نتعلم شغلة بأنه التغيير بزاوية التمرين إذا كان بموازاة اتجاه الفايبر ما له تأثير، لكن إلا تأثير إذا كان بشكل تقاطع على الفايبر. يعني شنو؟ يعني خلينا نقول بالبنش بريس من أني لازم إيدي هنا، اذا اريد اغير خلينا نقول مثلا بالقبضه، القبضه اذا اريد اغير بها وسط او ضيق عريض راح تكون موازاه الفايبر، صح؟ لانه الفايبرات هيك رايحات، فهذا ما له تاثير، لكن له تاثير اذا كان بشكل تقاطع على الفايبر، يعني اقدر اركز على الراس الاعلى، اقدر اركز على الفايبرات المستويه، اقدر اركز على الفايبرات الاسفل السفلى، اوكي؟ نفس الشيء للبايسبس، بايسبس اليافه هيك رايحات، زين اقدر اذا بشكل تقاطعي اقدر اركز على الراس الداخلي، اقدر اركز على الراس الخارجي، لكن
هل اقدر انه اركز على الجزء الاسفل او الجزء النص او الاعلى من البايسبس؟ لا. ليش؟ لانه باتجاه التغيير ده يكون باتجاه موازاة الفايبرات، فما له تأثير. فاذا عرفنا بانه الصدر تأثير القبضة به ضيق وسط عريض ماكو. زين راح تقول لي هسه زين عشان اركز على هذه المنطقة من الصدر ماتي شوية ضعيفة والخط الفاصل بالصدر، شلون اقدر انه ابينه برزة اكثر؟ فهذا راح يكون من انك تتحرك الحركة بشكل كامل. حال حال الترايسبس اللي قلنا بيها بانه الترايسبس اذا فوق من فوق عندك زينة ومن جوه اتصالها بالمرفق مالتك ماكو، معناته انه انت ماذا تتحرك او ماذا تمرن الحركة بشكل كامل. يعني شنو بشكل كامل؟ يعني تاخذ سوالف نصفية. فلازم احنا قلنا انه اقصى انبساط يؤدي الى اقصى تقلص. فمن تنزل بالبنش بس لازم مو لهنا وتصعد هنا وتصعد، لا، انزل نطيح سترتش كامل وراح تروح تتمرن او تدفعها بحركة كاملة. طبعا اكيد يطب الموضوع بانه الشد والجاذبية وتأثيرها على الوزن، وهذا راح يكون فيديو اخر بعدين اشرح لك بيه بانه مثلا شو الفرق بين الفلاي بالجهاز والفلاي بالدمبلز، اثنيناتهم نفس حركة لكن تأثير جاذبية وتأثير الوزن يختلف. راح تقول لي زين اوكي وياك، بس صدق من الزم البار عريض انه ما احسه بداخل الصدر، احسه اللي برا اكثر تقليص، بينما لو اروح ضيق احسه هي تصدق. وهذا راح اوضح لك اياها بطريقتين. اول طريقه ويانا، اذا عندك بالبيت منشفه او خاولي جيبه. زين هسه اني هذا خاولي اوكي، شوف المساحه مالته شكبرها، مساحه كبيره صح، بس مجرد اني طابقه الخاولي مره واحده اوكي، الزم الثخن مالته ثخين لا مو كلش. زين ارجع هسه صفطه وطبقه اكثر من وحده، بعد زغلاته صار المساحه قللتها صحيح. زين هسه الزم الثخن مالته ثخين، اي ثخين. هل معناته بانه اني الخاولي كبرته؟ لا. هل معناته بانه اني تلاعبت بالخاولي او بخيوطه؟ لا. كل الفكره اللي سويتها بانه اني قللت المساحه، فصارت مكان ما هاي الكتله كليتها اخذت هذا الحيز الكامل اخذت حيز اصغر، وبالتالي لازم هالخيوط هاي او هالالياف هاي كليتها تتجمع بمساحه اصغر، فطبعا الثخن مالتها راح يكون اكثر. ونفس الشغله من اني هنا، من لازم البار اني عريض بقى المساحه شو كبرها، فطبعا الالياف كليتها بتاخذ مساحه اكثر، فاذا ما احس به هنا شغل، بينما لو اروح ضيق المساحه قللتها، فالحيز اللي ياخذه الصدر مالتي اقل، فصار بي ثخن اكثر. معناته انه انا كبرته؟ لا. معناته انه كبرت انا على المنطقه؟ لا. معناته ركزت على المنطقه؟ لا. فهاي طريقه منطقيه، هسه نطب لها طريقه علميه. مثل ما عرفنا بانه احنا الصدر بشنو يتشلب؟ يتشلب بالزند لو بالساعد؟ لا بالزند، اذا ساعد ما له علاقه صح؟ فاريدك تشيل الساعد من بالك، تفكر بالزند بس. احنا قلنا بانه الوظيفه الاساسيه للصدر بانه يجيب عظم الزند من هو هنا، راح يجيبه بهالاتجاه، فاقصى تقلص لعضله الصدر من هو هنا، اقصى تقلص لها راح تجيب عظم الزند هنا، بحيث المرفق راح يكون بالضبط امام تقريبا امام عظم القاص مالتك صح؟ تمام؟ فهسه نجي ارجع اقول لك فكر بالزند بس، من راح الزم البار عريض من انا ايدي هنا اقصى انبساط للصدر هسه حاليا، وادفع بما انه البار انا لازم عريض فراح ادفع هيك صح؟ باوع الزاويه بين ايدي ذراعي وبين جسمي، بقى الزاويه ايش كبرها؟ وباوع التقلص مال الصدر، لذلك ما راح تحس هنا. ليش؟ لانه انت كانما جايب ايدك منه اللي هنا بس، وهذا هو اللي دا يصير تمام؟ فاذا ماكو في التقلص قوي للصدر، فاذا من الزم هنا انا اقول لي والله ما احسب بينما هنا اي قوي، بينما لو اضيق ايدي كل اللي دي اسوي احنا قلنا ما لك علاقه بساعد، فكر بالزند. من هنا الزاويه تقريبا عدمت وصار للعظم الزند اجى، فصار تقريبا اقصى تقلص للصدر مالتك، فطبعا راح تحس هنا اكثر. فمكان ما بالارض كان هنا، منا لهنا الحركه بالضيق راح تكون هنا، فيعني منا لهنا، فذاك انت تتلاعب بالتقلص مع العظم وتتلاعب بالزاويه مال العظم، لكن هل تخلي هنا التركيز اكثر؟
لا. فأتمنى أكون أنه هالفكرة وضحت عندك، ومثل ما عرفنا بأنه ضيق وسط عريض بالصدر، ماكو صدر داخلي صدر خارجي، الصدر كلي يتطور بشكل كامل، وتقدر تركز على الفايبرات أسفل وسط أعلى بين الوسط بين الأسفل بين الأعلى كلية تقدر تركز هيك، لكن هيك ماكو. أوكي، فعلى العموم هذا اليوم كنت بس أريد أوضح الفرق بالقبضة بين بالتمرين بنش بريس، حتى أظن ندوخ بنش بريس وسط أعلى ضيق ما أدري شو. زين، على العموم هذا اللي كان عندي بهذا الفيديو، إن شاء الله بالفيديو الجاي راح أبدي أنطيك تمرين صدر كامل حتى تمرن بشكل عام. حكينا إحنا عن بايسبس ترايسبس، اليوم كان عن الصدر، راح نطب عليهن عضلة عضلة ومبين شنو الفرق بالقبضة أو مثلا بالوقفة مثل عضلة الرجل. أوكي، فشكرا لكم، كان وياكم أكيد سكوربيون، ونشوفكم إن شاء الله وين بالفيديو الجاي.